السلام عليكم ورحمة الله جميعا، كاع إخوان ديالنا اللي كيتبعونا خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم جينا نشوفوا واحد الوصفة اللي هي طبيعية لطائر الحسون ومفيدة. طائر الحسون اللي كيكون في مرحلة غيا الريش أو خارج مرحلة غيا الريش كنعطيه بروتين واعر ومفيد للخصوبة والهيجان وتحفيز الحسون. أطعمة مفيدة لطائر الحسون، بروتينات زوينة كنساعد بها الطائر ديالي كنوقفه. اللهم بارك ما شاء الله. كما كتشوفوا أخوتي، هذا راه مازال في مرحلة غيار الريش، وهذا راه خارج من البدالة شي شهير دابا، غني على التعريفة الطوير، وهذا مازال غير خلوي، ولكن كاملين غنعطيهم بروتين أخوتي. كما كتشوفوا هنا عندنا اللوز، اللوز مطحون، اللوز راه غني على التعريف تا هو كما كتشوفوا. هذا راه اللوز، وهذا راه البيض بلدي، هذا البيض بلدي اخوتي، البيض بلدي، هذا راه البيض بلدي. هادو بروتينات واعرين لطائر الحسون مفيدين ليه. هاتهم اخوتي، كلها غيدير على حساب الكميه ديالو وعلى حساب المقدر ديالو اللي عنده على الطويرات ديالو. انا كاع الطويرات اللي عندي دابا في البداله كاملين غنعطيهم هاد الفيتامينات. هذا بروتين طبيعي عادي كنصايبو لراسي هنايا، ومن بعد الا بغيتي تزيد شي حاجه اخرى من عندك انت مرحبا. اللي كيكون الطير خارج من البداله نعطيه شويه الخس، راه مزيان، نعطيه التفاح مزيان. وما تنساوش اخوتي، راه كنزيد ناكد لكم على الاستحمام، الاستحمام والقضاء على الحشرات عند طائر الحسون. كما كنقولوا حنا القميله، القميله راه كتاكل من الطير بزاف. منين نخرج الطير ديالي نشمشو ندوش له مزيان ونخليه يتشمش، ندخلو غنتهلا فيه، غنعطيه شويه ديال البروتين. نوري لخوتي الطريقه كيفاش. بقاو معايا اخوتي، نوري لخوتي الطريقه كيفاش دايره. طريقه سهله، ما لا بغات نتهلا في الطويرات ديالي ونخليهم صحاح مزيان. ها البيض اخوتي، ما كنعطيش البيض، انا كنعطي الصفر ديال البيض. صفر ديال البيض اخوتي، ديما كنأكد لكم على الصفر ديال البيض اللي هو فيه البروتين ديال الخصوبة ديال الطائر الحسون. هذا راه كيقوي الخصوبة. راه من دابا نوجد الطويرات ديالي، من دابا نوجد الطويرات ديالي الخوت ديالي. والقشور ديال البيض ديالهم راه ما كنلوحهمش، راه كنستعملهم، راه انا كنستافد منهم. القشور ديال البيض اخوتي انا كنستافد منهم، راه انا ما كنلوحهمش. انا ما كنلوحش القصور ديال البيض اخوتي، انا كنقولها لكم وكنزيد نعاود نقولها لكم. هاد الوصفه راه تصايبها راسك في الدار ان شاء الله، راه ساهله مهله ومفيده لطائر الحسون، ومشي على طائر الحسون، كناري، اي طائر عندك من طيور الزينه. ما شاء الله هاد الوصفه راه طبيعيه وفعاله 100%. اي طائر من طيور الزينه اخوتي نتعامل معاه بالطريقه هذه. من بعد كنشدو هاد اللعيبه هذه بحال هكا، انا غنعاود نطحن هادشي كامل، غنعاود نخلطو. هاتشو مخاوتنا، هات
التيوره ديالي غيولفوا على التويشيه ديالي كنصايب ليهم دابا بحال هكا. كما قلت لخوتي اللوز راه غني على التعريف، راه معروف اللوز. سامحوا لي يا خوتي، هاتوا انا راه غنعاود نتخرج من هذا الدور. ما دارش في مونينيكس، لان كان علينا نطحنوها المرة الاولى. المرة الاولى تهرس مزيان. وما تنساوش عاوتاني اخوتي اللي بغيتو تعاونوا الطويرات، راه ضروري كنرشها بشويه ديال زريعه الشوك او المانيطوبا، ضروري غنرشها بواحد شويه باش نقاد ليهم الخلطه ديالهم. غير واحد شويه باش نهرس داك البيض، اما هي كان عليا نصايبه انا مع اللوز. قبل ما ندير البيض نصايبه مع اللوز. كاع الطوارات اللي عندك دور عليهم بهاد الوصفة هادي، عطيها عليهم بحال هكا. هادي اللوز والبيض بلدي والقشور ديال البيض بلدي، ونعطي الطوير ديالي ياكل. ها معايا الفرق كافية، ها معايا الفرق بحال هادي راه كافية للطير ديالي. قاع الطيور اللي عندي غندور عليهم بس شوية نعطيهم. هو كياكل، اللهم بارك. شتي هاد الوصفة خوتي راه مزيانة، فيتامينات زوينين لطائر الحسون او الكناري او جميع الطيور اللي عندك خويا. عطي الطويرات ديالك تهلا فيهم، اللهم بارك ما شاء الله. نرجعوا لهم، قالك خليني ناكل ما تقربش عندي، قالك ما تقربش لي الماكلة ديالي. ها الاخر هو كلشي كياكل تبارك الله، اللهم بارك. فيتامينات واعرين وزوينين، هذا راه ما كنعطيوش اخوتي، هذا راه كنخليوه بريمي، هذاك ما يتكاش بالنسبه للطيور. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. الانتاج ان شاء الله غيكون من الطويرات هذو، اللهم بارك. راه كلهم الطيور ديالي بحال هكاك، راه ماشي عاده،
انا ماشي هذا كله تبارك الله، انا كندريس فيهم بطريقه ديالي خاصه، ما تقربش عنده، هذا راه باقي في مرحله صغيره الريش مازال ما سالاش. وهذا الشيء اللي عندي اخوتي اليوم، وما نقول لكم ما تنساوش تدعموا اخوكم سليماني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. ومازال ان شاء الله غنعطيكم عاوتاني شي حاجه اخرى تكون زوينه ومفيده لطائر الحسون، مثلا كيفية الإنتاج طائر الحسون، كيفاش تزيد من الهيجان ديال طائر الحسون. وما تنساوش هذه المعلومة ديال البيض واللوز، راه كتزيد من طائر الحسون من الهيجان ديالو، راه تقبح الطير، الطير كيقبح، اللهم بارك، كيولي الطير باغي يخدم. وشكرا لكم وعواشركم، مبروك أخوتي.